بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى دائما مع نصائح اللي نقدموها لبعض الأولياء من أجل التعلم أو المساعدة كيفاش نعلموا أولادنا. اليوم عندنا واحد الظاهرة راح نتكلموا عليها، هي ظاهرة الواجبات المنزلية اللي يقوموا بها الأولياء. إذا الظاهرة هذه متفشية ومنذ سنين، يعني منذ سنين من اللي كنت مقرية أنا، من اللي بديت التدريس التعليم كان هذه الظاهرة هذه، لكن أنا حديت من هذه الظاهرة. دوك نعطيكم واحد الأسيوس هذه باش تاخذوها، الفكرة هذه تاخذوها بالاعتبار. إذا أنا رجعت الأسباب الواجبات المنزلية اللي تندار من طرف الأولياء إلى ثلاث أسباب. السبب الأول، أحيانا نحن بعض الأساتذة نعطوا كم هائل من الواجبات المنزلية لأولادنا، والتلميذ نهار كامل هو في القسم يقرا صباح ويعاود يروح للبيت يعاودوا ليه العشية، وممكن الربعة والخمسة يخرجوا حتى ربعة وربع، نهار كامل نهار طويل بالنسبة لهم الدراسة، ونزيد لهم الواجبات المنزلية، وهذا راح يسبب لهم الضغط كبير، والضغط ما يساعدش على الدراسة، مستحيل يساعد الضغط على الدراسة. احنا دايما كأساتذة ومربين دايما نهيئوا البيئة اللي يكون هو مرتاح فيها، ينظم على الصباح يقول نروح للمدرسة فرحان، مش ينظم على الصباح باش يقول نروح للمدرسة، ويبدأ يتحجج ويقضيها مرض ويقول لك أنا مريض إلى غير ذلك باش معش المدرسة. إذن احنا ما لميناش الوضع هذا، ما محتويناش التلميذ، احنا نحوشو نحتوي التلميذ. إذن الواجب السبب الأول نعاود نقول إنه الأساتذة نخطئ أحيانا ونعطو كم هائل من الواجبات لأولادنا، وهذا خطأ بالنسبة لي، هو ما يتحملش المسؤولية، قدراته محدودة ومازال صغير طفل. لذلك احنا عطينا الواجب، نعطو الواجب صغير يوميا او يومين ثلاث ايام، نعطو الواجبات يديرهم اذا كان ضرورية. اذا كان هو راه يقرا في النهار كامل لا داعي للواجبات، يعني الواجبات هو وحده يكون عنده وقت متسع من الوقت في البيت يراجع ويدير تمارين بمفرده. اذا هنا هذه السبب الاول. السبب الثاني يرجع الى التلميذ نفسه، التلميذ الاهمال مهمل، هذا التلميذ مهمل، كيخرج من المدرسة ينسى الواجبات ديالو، يروح يلعب ياكل يرقد، مع الصباح ينوض ينوض يعيط ينوض يبكي، ماما عندي واجب ما درتوش وصدعي عاقبني، ويبدا يبكي، يدير الضغط للام ديالو ولا لاخته ولا لخوه، ولا يروح يعاونو يروح يديرو الواجب ديالو. هذا من الاهمال وخوف من العقاب. اذا دائما الام حالونا وعطوا فربي شدنا ولادنا، ان شاء الله يشد لكم ولادكم. دائما الام دائما عندها ذاك العطف هذاك الحنان الزائد، دير له ولا تكلف كاش واحد يدير الواجب، يدير له هذاك الواجب باش يسكت علينا ويرتاح ويجي للمدرسه. السبب الثالث هو الاولياء في حد ذاتهم. السبب الثالث هما الاولياء مقلقين، عندهم واحد التقلق، بعض الاولياء عندهم واحد التقلق انه هما ما يفيقوش روحهم، لكن من طبيعتهم انهم كيكونوا يقروا في ولادهم مقلقين على باش نراجع لوليدي لازم لي واحد النفسيه واحد الراحه، لانه تنعكس عليه. انا كي نكون لازم انا بكل ارتياح نروح لعند وليدي ولا بنتي نقولها روحي نشوف واش عندك الواجبات مثلا، ولا ديري الواجبات نتاعك انا من بعد نشوفهم وانت عطيني التعليل ونشوف هكذا الى غير ذلك. ولكن ذاك التقلق هذا كيحود دون هذا الشيء، هذا التقلق هذا انه ديري ذاك التمرين ما عرفتش ديري مع وانا كيفاش ندير ما عرفتوش، وانا التمرين واعر وصعيب وهكذا وهكذا، ديري هكذا وديري هكذا هكي تشوفي بلي هكذا وهكذا. وهي بلا ما تفيق الاولياء بلا ما يفيقوا راهم يعطونهم في الاجابات، التلميذ هذاك واش راه يدير، راه يكتب مباشرة. اذا هذاك التقلق هذاك لازم نبعدوها علينا، لانه ماهوش في صالح ولادنا، راهو ضد التنمية الشخصية اللي تكلمنا عليها في الاول، انه دائما ولدنا نخليوه هو اللي يدير الواجب تاعو، لانه هنا تولي مسؤوليته، هو مكلف بهذاك الشيء هذا، اذا هي تولي المسؤولية ديالو. اذا التلميذ من صغره نعلموه يتحمل المسؤوليه. احنا النصيحه ديالنا
مع الظاهرة هذه باش نقضوا عليها. وانا كيفاش حضرت حد يعني قضيت عليها مع تلاميذي، كنت ندير اجتماعات دورية مع اولياء الامور ونقول لهم لو كان انتم تعاونوا اولادكم في انجاز الواجبات وراح يجيب لي الواجب صحيح، لانه انتم كبار وطبعا مش حتعطوا له الواجب خطأ. كي يكون الواجب صحيح انا نشوف تلاميذ اللي يديروا الواجبات تاعهم الفرديه على اعتقادي انها فرديه، جابوا الواجبات انجزوها بطريقه صحيحه، راح نصنفهم من في فئه التلاميذ المجتهدين. اذا التلاميذ اللي اخطاوا راح نهتم بهم هنايا، هذا هو التقويم، نهتم بهم وعلاش اخطاتوا، فيما اخطاتم واش ما فهمتوش غير ذلك. ومن بين الفئه المجتهدين كاين تلاميذ اللي يحتاجوا الى مساعده في القسم واعاده ومراجعه، لكنهم مع المجتهدين. هنا انتوما يا اولياء راكم درتوا ولادكم، اهملتوا ولادكم بطريقتكم او ب يعني بطريقه انتم ما تفير ماهيش يعني عن قصد غير مقصوده، ولكن هذا هو اللي غيصرى في الاقسام، انه التلميذ كيجيب صحيح ما نعاودلوش، التلميذ هاو جاب صحيح خلاص فهم جيد احسنت. التلميذ اللي اخطا نقول له فاش اخطات نتايا وعلاش درت هكذا وعلاش ما درتش هكذا، احنا قرينا هكذا هاي المعلومه هكذا، علاش ما استحضرتش هذه المعلومه هذه، نعاودلو. لكن التلميذ اللي كان الواجبات نتاعو منجزه من طرف اخر الاولياء في البيت راح يغلطنا ونحطوه مع الفئه، ومن بعد كان نتفاجئوا انه هذا التلميذ ومن المفروض يكون من هذه الفئه وكان عاود. ومن بعد حنا كي نفوتوا المعلومات الاخرى اكثر يعني مستوى اكبر مستوى نلقاو هذاك تاع المستوى الادنى كان مازال ما استوعبوش وما اكتسبوش. اذا سيدتي سادتي ناتي الى نهايه هذا الفيديو الخاص بالنصائح، نرجو انه قسمتكم تجربتي مع التلاميذ اللي درستهم طوال السنين، وان شاء الله تلقاو الفكره. ممكن كاين افكار انا كنت اقترحتها ما تنطبقش على واحد اخرين، شاركونا افكاركم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.